أنا سعيد بالفوز بلقب أفضل لاعب في بطولة كرة القدم لليوم الرياضي اللي نظمته هي تنمية المجتمع. الفكرة جميلة جدا، جمعتنا نحن كموظفين بمختلف الأقسام مختلف المراكز والإدارات. كان يوم رياضي تعرفنا على بعض أكثر بشكل شخصي ولعبنا كرة القدم، والحين في ألعاب ثانية، ألعاب مثل كرة الطائرة، مثل الألعاب الأخرى، وفعلا في هالأجواء الطيبة هاي ونحن فعلا نحس يعني بالفخر بانتمائنا للهيئة وفعلا باللي تقدمه لنا الهيئة نحن كموظفين، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هذا يكون من أسباب السعادة عندنا ونحن مستمرين إن شاء الله في دعم هيئة تنمية المجتمع. وبمناسبة فوز بلقب أفضل لاعب هذا فخر لي كوني أنا لعبت مجموعة من الشباب والرياضي، وفي النهاية هي منافسة ومو من اللي يستحق، الجميع كان يستحق هذا اللقب، وشكرا لكم.